والمزيد من التفاصيل انضم إلينا من المنامة الدكتور معز بخيت، رئيس قسم الطب الجزيئي واستشاري أول أمراض مخ والجهاز العصبي. أهلا بك دكتور. بداية، هذا العقار ريمدسفير، هل هو عقار جديد أم أنه معروف لديكم؟ مرحبا. هذا العقار استخدم في بين عام 2013 و 2016 لعلاج الإيبولا في أفريقيا، لكنه لم يعطي نتائج جيدة، واستخدم أيضا في معالجة سارس ومتوالية الشرق الأوسط، وهي أيضا من فصائل الكورونا وأعطى نتائج إيجابية. لذلك قررت منظمة الصحة العالمية أن تجري عليه تجارب في عدة مراكز في أنحاء العالم على أكثر من 2400 مريض، لكن النتائج التي أعلنت أمس في شيكاغو هي نتائج مبشرة جدا لهذا الدواء. طيب الآن عندما يتم الحديث عن أن البيانات التي ظهرت هي بيانات لتجارب سريرية مستمرة لكنها غير مكتملة بعد، ماذا يمكن فهمه رغم أن النتائج تقول بأن كل من جرب عليهم هذا العقار خرجوا من المستشفى وتعافوا؟ نعم، لأن النتائج تكتمل بعد أن يتم جمعها من كل المراكز. ما تم في شيكاغو، في جامعة شيكاغو كان هناك 115 مريض في حالات متأخرة من المرض، تم شفاء 113 مريض، فقط اثنين يعني لم يتم شفائهم وأعتقد أنهم توفوا، لكن 113 من 115 هذه نتائج عظيمة جدا. أما في الحالات المتوسطة فقد تم تجربته على 400 وتم شفاء جميع المرضى 400، لكن هناك متبقي 2000 مريض من بقية المراكز إلى أن تكتمل كل المجموعات. لكن هذه نتائج مبشرة لمن ليس لديهم أمل أو يعانون يعني من أعراض شديدة تهدد حياتهم، هنا أين يقف الطب؟ هل يغامر ويستخدم هذا الدواء لإنقاذ حياتهم أو ينتظر النتائج الكاملة للعقار؟ أعتقد أن النتائج ستظهر قريبا جدا، يعني قبل نهاية هذا الشهر ستظهر النتائج، ستكون الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات الأخرى بسرعة. يعني أعتقد أنه بعد أسبوعين ثلاثة يعني سينتظر العالم خبرا بعجالة. إذا سمحت دكتور معز، يعني باعتقادك أن النتائج هذه تفوق النتائج التي سجلها هيدروكسي كلوروكوين؟ نعم، لأن هذا الدواء هو دواء يقتل الفيروس مباشرة، فهو يتعارض مع التركيبة الريبوزية للفيروس، يعني يمنع نسخ الفيروس في الخلية ويقتله تماما. الأدوية الأخرى كانت تعمل بطريقة غير مباشرة، يعني بعضها يعمل عن طريق تقوية جهاز المناعة أو عدم التصاق الفيروس بالخلية، لكن هذا يقتل الفيروس داخل الخلية. الشيء الوحيد أنه يعني لابد أن يعطى هذا الدواء عن طريق الوريد، لكن الشيء الجيد أنه يعالج جميع المصابين في الحالات الحرجة والحالات الخطيرة. أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل دكتور معز بخيت، رئيس قسم الطب الجزيئي واستشاري أول أمراض مخ وجهاز عصبي، كنت معنا مباشرة من المنامة.